قال الله جل في علا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أحبتي، سمى الله جل في علاه الزواج بأنه سكن، وكيف لا يكون سكن والنبي صلى الله عليه وسلم استنهض همم الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. كيف لا يكون سكن والنبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم فقال: تنكح المرأة لأربع، إما لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. فقال صلى الله عليه وسلم: فاضفر بذات الدين تربت يداك. كيف لا يكون الزواج سكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تكاثروا تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. كيف لا يكون الزواج سكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون وظيفته، أو من ترضون راتبه، أو جاءكم من ترضون ماله، أو جاءكم من ترضون قبيلته. لا 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 لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كيف لا يكون الزواج سكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كان حقا على الله أن يعينهم. تخيل معي أن يضع الله في ملكوته حق على نفسه أن يعينهم. ثلاث كان حق على الله أن يعينهم، قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم الناكح الذي يريد العفاف. كم يتردد الناس، وكم يتردد الشباب، وكم يصل البعض عمره ويبلغ من العمر عتية ولا يقبل على الزواج. اعلم أن النبي قال: ثلاث كان حق على الله أن يعينهم، قال: منهم الناكح الذي يريد العفاف. ولكن أحبتي، الزواج سكن، وكان سكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقلهن مهرا أكثرهن بركة. كان الزواج فيه بركة. النبي قال: أقلهن مهرا أكثرهن بركة. لماذا اليوم